قال الله العظيم في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مرت أيها الأعزاء علينا قبل يوم أو يومين مناسبة عظيمة، وهي ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام. وقد تحدثت عن شخصية هذا الإمام وعن دوره صلوات الله وسلامه عليه في الأسبوع الماضي، وفي هذا اليوم أود أن أخصص الخطبة الأولى للمناسبة التي يحييها العالم الإسلامي يوم غد وفي بعض البلاد الإسلامية اليوم، وهي ذكرى البعثة النبوية الشريفة، حيث أرسل النبي محمد صلى الله عليه بأعلى أصواتكم. أرسل نبياً إلى الناس كافة في 27 من شهر رجب. حمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعباء الرسالة، وتقول الروايات أن جبرائيل نزل عليه في أول آية نزلت عليه هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه كانت أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن الكريم، وتتابعت بعد ذلك الآيات نجوماً وسوراً تنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول عن النبي أنه أرسل: وما أرسلناك إلا للناس كافة، يعني أرسل لكل الناس، لكل العالمين. هناك روايات ترتبط بقصة المبعث النبوي. في هذه الروايات كلام كثير، في بعض هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نزل عليه الوحي أصابه الهلع والخوف، وتصور أن عارضاً قد أصابه، فأقبل إلى البيت وأخبر زوجته السيدة خديجة، فأخذته إلى ابن عم لها اسمه ورقة بن نوفل، فأكد له ورقة أن الذي رآه هو نفس الذي كان يراه موسى بن عمران، إنه الناموس الذي نزل على موسى بن عمران عليه السلام وعلى كافة الأنبياء، وأنه الوحي. طبعا هناك مجال للحديث حول هذه الأحاديث، حول هذه الروايات، هل هي صحيحة؟ هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتاج إلى شخص آخر ليؤكد له أنه نبي؟ هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شك من رسالته حتى يحتاج إلى آخرين ليؤكدوا له أن ما يراه هو الوحي وأن ما يسمعه هو الوحي؟ هذا كلام طبعا فيه مجال كبير للمناقشة، لكن الذي نعرفه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعبد في غار اسمه غار حراء، كان يخرج في كل عام وينقطع في التعبد في هذا الغار، ينقطع عن الناس فترة تزيد على 40 وفي بعض الروايات 50 يوما، وكان يصوم في نهاره، وكانت السيدة خديجة هي التي تأتي إليه بالطعام، فكان ينقطع عن الناس
ويتعبد لله، وكان لا يرافقه في تلك الرحلة إلا شخص واحد، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. كان يرافق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء، يقول أمير المؤمنين: فكنت أسمع رنة فأقول: يا رسول الله، وما هذه الرنة؟ أسمع صدى وصوت، فأقول: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فكان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه رنين الشيطان، قد يئس أن يعبد من دون الله. يا علي، إنك تسمع ما تسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي. وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس رحمة ونذيرا، يبشر الناس، يبشرهم برحمة الله، ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، ودعاهم إلى نبذ عبادة الأصنام. والأصنام في تلك الأيام كانت تعبد من دون الله، ولكنها كانت تأخذ شكل الأحجار، وأحياناً الخشب، وأحياناً كانوا يعمدون إلى التمر فيصنعون منه صنماً، ثم إذا جاعوا عمدوا إليه فأكلوه. فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نبذ عبادة الأصنام، هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، هذه الأصنام التي لا تدافع عن نفسها بشيء. جاء رجل اسمه غاوي ابن عبد العزة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يسلم، فسأله رسول الله: وما الذي حملك على الإسلام؟ شو اللي خلاك تسلم؟ قال: يا رسول الله، إن لنا صنما في الطائف وأنا سادن له، يعني أقوم على خدمة هذا الصنم، أنظفه وأرتبه، صنم كبير. يقول غاوي ابن عبد العزة، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فخرجت ذات يوم لأتفقد الصنم وأعتني به، فرأيت ثعلباً صغيراً قد اعتلى هذا الصنم الكبير، ووقف على رأس الصنم وأخذ يبول على رأس الصنم. فقلت: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. كيف ممكن رب نعبده ويجي الثعلب يبول عليه؟ كيف رب يكون؟ فعلمت أن هذا دين باطل، وأن هذه عقيدة فاسدة. فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغير النبي صلى الله عليه وآله اسمه من غاوي ابن عبد العزة إلى راشد ابن عبد الله. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس أن يخرجوا من قمقم الجهل. الجهل كان ضارباً في الجزيرة العربية، ولذلك القرآن الكريم يطلق على هذه الفترة اسم ماذا؟ الجاهلية، لأن الناس كانوا يعيشون في جهل مطبق، كانوا يعيشون التخلف بكل المعاني. كان أحدهم إذا خاف من أن يصاب بمرض، بعدوى، حينما يدخل إلى قرية من القرى أو مدينة من المدن، يقف بباب تلك المدينة وينهق كما ينهق الحمار، ظناً منه أن ذلك سيدفع عنه الوباء. وكانت الخرافات منتشرة بينهم، وكان الاعتداء قائم على قدم وساق بين القبائل العربية، لا يوجد هناك أمن ولا سلم. كانت المرأة تخاف أن تخرج من بيتها خوف الاعتداء والاغتصاب،
وكان إذا جن الليل على الجزيرة العربية تحولت الجزيرة العربية إلى ساحة للمعارك، يعتدي فيها القوي على الضعيف فيقتل وينهب ويسرق ويسبي. كان العربي لا يعيش إلا من وراء القتل والنهب والاعتداء، وكان يرى في العمل اليدوي ذلة ومهانة، وكان يرى في القتل والنهب والسلب بطولة وشجاعة. ولذلك يسمون العربي الجاهلي إذا وصفوه وصفوه بأنه نهاب وهاب، فهو ينهب ولكنه كان كريما فيعطي بعض ما ينهب. كان نهابا وهابا، بمعنى أنه يعتدي ويسرق ثم يتشدق بكرمه أنه يوزع ما نهب على الناس. هكذا كانوا يعيشون، يعيشون من خلال القتل والسلب والنهب. أما المرأة فلا حرمة لها، كانت تقتل وكانت توأد وهي حية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان العربي ينتظر مخاض زوجته فيحفر حفرة عند رأسها، فإذا ولدت ولدا ذكرا استبقاه، وإن ولدت أنثى دفنها وهي حية. ويذكر بعض الباحثين أن ما يقرب من 300,000 طفلة قد وئدن وهن أحياء في الجزيرة العربية. 300,000، هذه كانت عادتهم في الجزيرة العربية: النهب، القتل، الاعتداء، الظلم. الظلم كان فاشيا متفشيا في ذلك المجتمع، إلى درجة أن الشاعر العربي كان يعتبر أن الظلم طبيعة بشرية، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. يقول الإنسان هو بطبيعة ظالم، واللي تشوفه ما يظلم هذا إلى سبب، وإلا الإنسان بطبعه هو ظالم. لماذا؟ لأنه كان يشاهد الإنسان العربي في الجاهلية مجبولا على الظلم، مجبولا على الاعتداء، مجبولا على القتل والنهب، فكان القتل والنهب والظلم والاعتداء جزءا من شخصية الرجل العربي في الجاهلية، إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وغير وجه الجزيرة العربية، وغير وجه ذلك المجتمع من مجتمع متأخر متخلف منحط إلى مجتمع يحمل النور والخير والحرية والكرامة للبشرية كلها. أكتفي بهذا القدر في الخطبة الأولى لأنتقل إلى الخطبة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.